يعني السؤال اللي احنا طرحناه في بداية الحلقة، لو معاك 200,000 جنيه وساكن في شارع فيصل، تتوقع يعني او انت شايف ممكن تستثمرها ازاي؟ احنا واحنا حطينا السؤال على الصفحة وجات اجابات على الصفحة. في بعض الاجابات من بعض الناس تعليقات. في الاستاذ كريم السعيدي الف تعليق، سؤال جميل جدا. انا مرة اقترحت على مجموعة من الشباب اعرفها، ليه مثلا تشتري توك توك ثمنه بيوصل ل 150,000 وتشتغل بيه، تبقى معرض لمشاكل كتير. فكان من الممكن ان الشباب يجمعوا المبلغ مع بعضهم ويوصلوا لمبالغ كبيره جدا، وممكن يعملوا مصنع كبير، كمثال مثلا مصنع جبنه، ويبقى كل شاب ليه نسبه من المبلغ. بس للاسف مش لاقيين حد ينفذ المشاريع دي او الاقتراحات دي على الشباب. في تعليق تاني الاستاذ يوسف علي احمد الف تعليق، شارع فيصل شارع تجاري متعدد الانشطه، لو معايا 200,000 هشوف الحاجات اللي الانشطه التجاريه المفتوحه بتحتاجها ومعظم الانشطه بتحتاجها، وهكون انا المورد بتاعهم، مثلا زي الاكياس البلاستيكيه المطبوعه باسم النشاط واللي كافه الانشطه التجاريه بتحتاجها. والله الناس تفاعلت. بحيي الاستاذ يوسف ونعرفه كويس جدا، وهو باصص لي دلوقتي وعارف ان انا اعرفه يعني. وفكرتك رائعه يا يوسف. يعني هو القصة ان احنا يعني ده سؤال جدلي وسؤال شائع يعني نهى، ان كتير من الناس طبعا مش كل الناس عندها فلوس، عشان بس يعني نبقى موضوعين. احنا بنفترض ان في بعض الناس معاها مبلغ مالي، هو سافر ورجع بعد رحلة سفر بقى معاه مبلغ، هو ورث مبلغ، هو طلع مكافأة يعني خد مكافأة في نهاية الخدمة بعد ما طلع معاش، مبلغ بسيط يعني. يعني فبيحصل ان في بعض الناس طبعا مش كل الناس يعني بيبقى معاها مبالغ. معانا اتصال. معانا الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. لو معاك 200,000 جنيه هتعمل بيهم ايه؟ لا وساكن في شارع فيصل. وساكن في شارع فيصل. السؤال طبعا اللي بنستير كتير باعتبار ان الشعب المصري كله اللي بيطلع معاش او اللي بيقدر يخش جمعيه يحصل اي مبلغ ان هو يستثمره ازاي؟ ففكره الاستثمار في حد ذاتها بتخلي اغلب الناس لو ما فيش درايه بمشروع او فكره معينه يكون ضحيه لكثير من المستريحين باي شكل من الاشكال. صحيح. طبعا في يعني في اكثر من اتجاه. لو هو اللي معاه 200,000 دوت، لو هو شاب بيبقى بنوصيه او بننصحه ان هو يفكر في فكره يكون فيها مشروع منتج، يكون فيه اضافه حقيقيه ومستدام. يعني ايه هو المشروع ده يا هو قبل ما نروح للمشروع، انا عايز اختم الفقره باقتراح الفكره بتاعت حضرتك بالمشروع، بس قبل ما نروح للمشروع، هل احنا عندنا ما يسمى بطاله راس المال او الاميه الاستثماريه يا دكتور؟ طبعا. معلش ما سمعتش حضرتك كويس. يعني هل يعني انا قبل كده سمعت تصريحات لمحافظ البنك المركزي، يعني ان هو بيتكلم ان في اكتر من 4 تريليون جنيه ودائع مصريين موجوده في البنوك. وبنشوف الناس بتبدا تقول لا انا هحط فلوسي في الذهب، لا في العقار، لا لو عملت بيها شهاده بنكيه افضل. فواضح، وفي ناس بتروح للمستريح زي ما حضرتك ذكرت من شويه، فواضح ان في فلوس موجوده عند بعض الناس وعايزين يوظفوهم عشان يحصلوا على عائد، بس بتقابلهم مشكله. فهل احنا عندنا اميه استثماريه او عندنا ما يسمى ببطاله راس المال؟ طبعا موجود عندنا، والفلوس اللي في ايد الناس اللي هي بيقولوا مش مدخرات بقى، هي المكتنزه، اللي هي الفلوس المكتنزه اللي في ايد الناس كتيره جدا. وبالدليل على كده ان احنا كل فتره ويمكن مش بعيده بنلاقي واحد من المستريحين اللي بيطلع بيكون يعني ناصب على الناس بمئات الملايين، وفي اماكن وفي قرى فقيره. فاعتقد النهارده الفكره كلها دائما بيبقى فيها اكثر من شق. الناس النهارده البنوك وضعت فيه صناديق استثمار، وبقت فيها في شهادات استثمار، وفيها الودائع بقت نسبه كبيره جدا. دوت النقطه اللي كنت اتكلم فيها، لو صاحب الفلوس دوت بيدور على مبلغ مستدام، واحد طلع على المعاش فمفيش عنده الفرصه ان هو لسه يبتدي يجاهد من جديد، عاوز مبلغ يخش يضر له عائد شهري. فهنا بنوصي بالشهادات، الشهادات ذات العائد الثابت اللي وضعتها البنك وضعها البنك المركزي، وليها فايده مرتفعه في الوقت الحالي نتيجه طبعا معدلات التضخم بقى العائد بتاعها عالي. دكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، الحقيقه احنا محتاجين وقت اطول عشان نتكلم في الموضوع ده غني، بس احنا الحلقه خدت مننا وقت طويل قوي، فانا بشكرك شكرا جزيلا.